طغت عليهم وجهة نظر الاتجاهات السياسية قد يضمحل العمل الأمني، وخاصة ونحن نسعى إلى خلق أمن جمهوري. إذا أضفنا عليه عمل نقابي وعمل سياسي لن نتمكن من صناعة رجل أمن جمهوري يؤثر المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية والمصلحة والإشهار والاستشهار. لذلك فأنا مع إقصاء رجل الأمن والرجل العسكري مبدئيا، في انتظار أن نتمكن من تجاوز هذه العقبات وهذه المحن التي تدور في تونس.